يا عامر، ايه مالك مزمزق كده ليه؟ اقول لك يا عامر بيه؟ عم اقول صباح الخير الاول. خير يا عم نبيل؟ عمر انا واقف مستنيك بقالي ساعتين وانا متاخر على المحل. انا كل مره باجي لك فيها ببقى عشان خايف على الحاجه زهيره امك، لا يجرى لها حاجه من فراقك ليها. المره دي بقى انا جاي عشانك انت. اول مره يا عامر اسمع امك وهي بتدعي عليك، ودعاء الأم بيتفتح له في السماء ألف باب وباب. إن كان خير هتجنيه خير، وإن كان شر هتتحرق أيامك ومراكبك كلها. يا عامر ده أنا مستور ببركة دعاها، لو حسبتها بالدين يبقى حجزت لنفسك مكان في الجنة، ولو كان بالدين يبقى تأكد إنه هيترد لك من عيالك. أسره، إيه المطلوب؟ مطلوب انك تعرف ان الدنيا سوايا قلابه، اللي عملته في امك هيترد لك. بص بقى من ابو قفله، وعشان نخلص الكلام ده كله، امي ومراتي مش متفقين، وانا راجل مش ناقص صداع. اقول لك بص، خلي القرشين دول معاك وكل ما تعمل ايه؟ تعمل ايه بس؟ انت فاكرني واقف من صباحيه ربنا هنا علشان تيجي وتتمطع كده وتتفرد وتفتح محفظتك وتطلع قرشين احطهم في جيبي؟ يا راجل صل على النبي، ده انا مستور في حياتي ببركه دعاء، وبدعي ربنا كل يوم انه يديني طولة العمر على قد عمرها عشان ما اخليهاش تتحوج لواحد زيك. خلي فلوسك في جيبك. السلامة. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.